أهلا بكم. أكثر من مليار وتسعمائة ألف مليون دولار هي حصيلة القروض البنكية الممنوحة من قبل البنوك للأفراد والمؤسسات في الضفة والقطاع حسب بيانات سلطة النقد للعام 2019. حصيلة القروض الاستهلاكية بلغت نسبتها ما يقارب 15%، بينما القروض للقطاع الزراعي بلغت فقط 2%. ما هو القرض البنكي؟ ولماذا نحصل عليه؟ وما هي مؤشرات سياسات الإقراض في فلسطين؟ القروض البنكية ما لها وما عليها هو موضوع عرض وطلب لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عرض وطلب، وأرحب بضيف الحلقة الخبير والمستشار الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك نسرين وبجميع المشاهدين الكرام، سعيدين باستضافتك بالتأكيد ببرنامج عرض وطلب. وإلى أولى فقراتنا لهذا اليوم وفقرة السؤال. إذن دكتور طارق، اليوم بدنا نحكي عن موضوع شائك جدا، يعتبر شيء أساسي للأسف في قاموس المواطن الفلسطيني، وهو القرض البنكي. قبل أن نتحدث عن القروض البنكية ما لها وما عليها، بدنا تعريف، إيش هو هذا القرض البنكي؟ القرض البنكي، ما زال أنت تفضلتي وحكيتي في مقدمتك الطيبة أن الفلسطينيين بتعملوا فيه، إذن أكيد المشاهدين الكرام وخاصة موظفي القطاع العام معظمهم يأخذين قروض بنكي، إذن بيعرفوا بالتأكيد معنى القرض البنكي. لكن ومع ذلك احنا بنبسط الأمور، بنقول بأنه القرض البنكي هو عبارة عن خدمة مالية بيقدمها البنك لمن يريد أن يحصل على مال، أوصدت أمامه جميع الأبواب، لا قريب بدينه ولا عم ولا خال بدينه ولا صديق بدينه، ما في عنده مدخرات كفاية، طموحه وحاجاته تزداد مع الوقت. كي يلبي هذه الحاجات والرغبات عليه أن يلجأ إلى من يدين هذا المال، فالملاذ الأخير له إلا هو البنك، فيقدم له البنك هذا المبلغ من المال لفترة زمنية محددة، بيتفقوا اثنين كيف يتم السداد وآلية السداد وشروط منح القرض والفوائد المترتبة عليه. هلا لما يأخذ المال شو بيعمل فيه، هذا علمه عند رب العالمين. هلا بدنا نحكي في هذا الموضوع. نعم. بالتأكيد، لأنه يعني نصيب القروض الاستهلاكية ما يقارب 15% من حصيلة القروض الممنوحة من قبل البنوك. صحيح. ولكن استكمالا لمفهوم القرض البنكي، في علوم المال والاقتصاد ما هي أبرز أنواع القروض البنكية، ولماذا في هناك قروض سمعتها جيدة وبعض القروض سمعتها ليست جيدة بما فيه الكفاية؟ هلا القروض مفهومها واسع مثل ما تفضلتي. هلا ممكن نصنفها احنا حسب الفترة الزمنية، وممكن احنا حسب الغايات. بالضبط، حسب الأهداف وحسب الغايات، وخلينا نركز على هذا الجانب. صحيح. فالقروض النوع الشائع الاستخدام اللي هي القروض الشخصية، وهي كثيرة عندنا في فلسطين، وفي هناك نوع آخر القروض لغرض الاقتناء وخاصة اقتناء العقارات اللي هي القروض العقارية، وفي عندنا قروض السيارات، وفي هناك قروض استثمارية، وهي للأسف الشديد جدا بمفاهيم المواطن الفلسطيني ما في تركيز عليها، التركيز طبعاً الأكثر طبعاً على الاستهلاكي، على الشخصي، على السيارات وعلى العقارات. هلا من حيث الفترة الزمنية، طبعا ما بدي ادخل بهذه التفاصيل، بقسموها لثلاث أقسام رئيسية، اللي هي قد تكون طويلة الأجل أكثر من 5 سنوات، ومتوسط الأجل من سنة إلى 5 سنوات، وقصيرة الأجل أقل من السنة. وطبعا هذا بيعتمد على المبلغ اللي احنا بحاجة له، حسب التسهيلات التي تقدمها البنوك لمن يريد أن يقترض منها أموال. بالتأكيد، عادة ما نسمع عندما يتم الحديث عن موضوع القروض دكتور طارق، عادة ما نسمع موضوع
سياسات الإقراض لدى حكومة معينة لها دلالات ومؤشرات في فلسطين وحسب البيانات المتاحة أمامنا، مثل أن يكون 15% من نسبة القروض في فلسطين تذهب إلى الغايات الاستهلاكية، 2% فقط للزراعة، 1% فقط للسياحة، وبالتأكيد الصناعة هي أقل ما يقارب 6%. ما هي مؤشرات ذلك وما هي علاقته بمفهوم السياسات الإقراضية أو سياسات الإقراض؟ نعم، يعني سياسات الإقراض في إلها اتجاهين. الاتجاه الأول اللي تفضلت وسألت عنه أنت اللي هي السياسات الحكومي طبعا، والتي يمثلها البنك المركزي وأن سلطة النقد الفلسطينية. وفي هناك سياسات الإقراض المتعلقة بالبنك نفسه، يعني حتى لو تشوفي أنت البنوك العاملة في فلسطين كل بنك في له سياساته الإقراضية، نعم، الخاصة به من حيث الشروط والأنواع وإلى آخره. هلا بالنسبة لسياسات الحكومي من خلال البنك المركزي، المفروض توجه البنوك لتعزيز التنمية الاقتصادية في مجال معين، وبنفس الوقت عليها أن توجه البنوك للتركيز على خلق عمالة في قطاع معين، أو تشجيع القطاع العام الخاص أو الأفراد للاستثمار في قطاع معين. فمن هون بتتبع البنوك سياسات البنوك المركزية، سياسات إقراضية بتفرضها أو بتوجه البنوك العاملة لاتباعها بتوجيه عام من الحكومة. الهدف من كل هذا الحكي اللي هو بداية كيف إحنا نخلق تنمية اقتصادية في الدولة. فلما نيجي نقول مثلا إحنا بدنا نركز على قطاع الصناعة، معنى ذلك الحكومة بتتوجه إنها تنعش هذا القطاع من حيث سياسات الإقراض. يعني تشجيع وحوافز. أنا بروح للي بده يعمل مشروع صناعي، للي عنده مشروع صناعي قائم، وبقدم له تسهيلات إقراضية بمبالغ عالية جدا، بفوائد متدنية جدا، بفترات سداد طويلة جدا، وبشروط تكون مرنة نسبيا. إذا أنا حققت هذه المعالم الأساسية للقرض بشجع أنا اللي بيشتغل في الصناعة إنه يأخذ قرض مني. لكن إذا أنا رحت عكس ذلك، يعني رفعت الفوائد بشكل كبير جدا، حطيت شروط قاسية جدا، ما انطيتش مبالغ كبيرة جدا، فترات السداد شديت عليها كثير، قلصتها، يعني معنى ذلك بأنه أنا ما بدي أحقق تنمية في هذا القطاع. قيسي على هذا الشيء القطاع الزراعي، القطاع السياحي، القطاع الصناعي وغيره. بالمجمل القطاع الاستثماري. دكتور طارق، برنامج عرض وطلب نزل إلى الشارع وسأل المواطن الفلسطيني ما هي الحاجة التي تدفع لطلب قرض بنكي. دعنا نستمع إلى الإجابات وبعد ذلك نعقب عليها. بأخذ قرض لحاجة معينة، أني مثلا بدي أروح أبني أو أشتري سيارة، غير هذا ما فيش داعي للقرض. معاملة البنوك سيئة جدا، مش بس على مستوى قرض، على مستوى أي معاملة. يعني لو أنت بدك تروح حطي مصاري بدك تغلبي في البنك، كيف لو بدك تأخذ قرض؟ بيسهلوا لك وبيعملوا لك وبيعطوك كل إشي بدك إياه، بعدين بصيروا يماطلوا فيك. أول دفعة بعطوك إياها أنا جربت أخذت قرض وتبهدلت. أول دفعة بعطوك إياها، بعدين بصيروا كأنك بتشحد منهم، وهم ماخذين من أول يوم عمولة القرض ومصاري القرض تاعتك. أنا بنصحش أي حدا يأخذ قرض بالمرة، بنصحش أي حدا يأخذ قرض. يعني على الصعيد الشخصي إذا بدي أخذ قرض، بدي أخذ قرض لما يكون في عندي مشروع معين بدي أفتحه، بس غير هيك ماش ممكن أفكر أخذ قرض. وأنا أوريدي يعني ماخذ قرض وندمت إني أخذته بسبب سياسة البنوك في التعامل مع القروض والتحصيل الدفعات. والله أنا من الناس اللي حقيقة يعني فكرة القرض رافضها كثير، ما يعني مش متقبلها، بداية من ناحية دينية، اثنين يعني موضوع القرض ما كان لازم يكون له سبب. يعني إذا كان في مشروع رأس مالي عندي بدي أعمله يعني يمكن أفكر في الموضوع، بس بدي أخذ قرض مشان يطير مني أو أتمصرف فيه بطريقة مش صحيحة، يعني مش مفكر فيه بتاتا. إذن دكتور طارق، الغايات مختلفة التي يمكن أن تدفع المواطن لطلب الحصول على قرض بنكي. وهنا أود أن أسألك، حضرتك قلت بأنه في غايات فردية وشخصية، بمعنى في هناك متطلبات وهذا يدفعني للحصول على قرض بنكي لأنه لا يوجد مصدر لتوفير هذه الموارد المالية سوى القرض البنكي. ولكن بشكل أو بآخر،
ما هي أهم الأمور التي يجب أن أفكر فيها قبل أن أتوجه إلى البنك لطلب قرض بغض النظر سواء كان استثماري صناعي أو حتى لغايات شخصية؟ أول شغلة لازم أفكر فيه أنه شيء الغاية اللي بدي أو الهدف اللي أنا بدي أحققه جراء الحصول على هذا القرض. ما هو القرض فيه مبالغ مالية، بدي أشتري سيارة مثلا. إذن لازم أحدد هذا رقم واحد. الشيء الثاني أنه هل أنا فعلا بحاجة إلى هذه يعني هذه السلعة، ولا أنا بإمكاني أن أرجعها لاحقا عندما تتوفر لدي إمكانيات ذاتية أم لا. هلا إذا بكون بحاجة إلها إذن أنا بدي أضطر أني ألجأ إلى البنك للحصول على هذا القرض. الشيء الثاني بدي أصير أفكر أنا هلا شو هي الضمانات اللي بإمكاني أني أوفرها للبنك عندما أطلب منه أنا القرض وهو يطلب مني هذه الضمانات. الالتزام بالسداد. نعم الالتزام بالسداد. الشيء الثالث هل لدي أنا فعلا المقدرة لاحقا على السداد، يعني بقدر أنا أكبح جماح الرغبة المتزايدة لدي بالحصول على المال. لأنه بتعرفي الحصول على المال يعني أمر مش سهل، لكن إنفاقه سهل. فإذا أنا تعودت على الإنفاق إذا بدي أصير أفكر مرة أخرى على الاقتراض. والأهم من هذا كله أنه هل لدي أنا المقدرة أني عندما أحقق هدفي في الحصول على هذا القرض أني ما أفكر بأهداف أخرى لا تعود إلي علي بالنفع. في هذه الحالة يجب علي أن أتوقف. إذن في مجموعة من الأمور تتعلق بتركيبة وعقلية الشخص نفسه، في مجموعة من الأمور بتتعلق بشروط العقد اللي رايح يكون بيني وبين البنك، وفي مجموعة من الأمور بتتعلق بالبنك نفسه في الشروط التي يفرضها علي أثناء حصولي. والأهم لازم أكون أمين وصريح ومنطقي مع نفسي عند الإجابة على هاي الأسئلة. طبعا شو ما هي شوف الأمانة والصراحة أحيانا عند المال بتوقف أو تنسى. مشان هيك بدنا ننتقل للفقرة الثانية دكتور ونتعرف أكثر على التفاصيل. بالتأكيد متواصلة وإياكم في برنامج عرض وطلب، ومن فقرة السؤال إلى فقرة الممنوع. ما هو الممنوع في موضوع القروض البنكية؟ بالتأكيد الممنوعات كثيرة، دعونا نتعرف على بعضها وأسباب كونها ممنوعة. إذن الخبير والمستشار الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج، نستكمل موضوعنا اليوم حول موضوع القروض البنكية وأولى الممنوعات في فقرة الممنوع. ممنوع أن تنسينا فرحة استلام مبلغ القرض، هي مسؤولياتنا اتجاه سداده والفترة الزمنية اللي مفروض علينا لسداد هذا القرض. لماذا وكيف؟ ما هي هذه هي المشكلة، لأنه الدين هم في الليل وذل في النهار. إذن هو دين وليس هبة وليس منحة. كلامك سليم 100% وأنا ملزم بسداده. هل هذه الفرحة تنسى عندما يأتي وقت السداد ولا أتمكن من السداد؟ أو تطول فترة السداد. نعم، أو عندما يأتي وقت السداد ويقتطع من راتب مبلغ القرض وأروح على البيت بخمسين شيكل من أصل 200 شيكل أو 100 شيكل، ساعتها بنصير نعد على أصابعنا ندم. هذا لا يعني بأنه البنوك في ظرف مثل الظرف الفلسطيني لا تتساهل في تعاملها مع المقترضين، يعني في هناك نوع من المرونة، وللعلم وللأمانة مرونة عالية جدا. لكن بتعرفي أنت هذه المرونة برضو في لها حدود. إذا الفرحة نعم هي تتلاشى عندما يأتي وقت الدفع والسداد. ويجب أن نتذكر بأنه دين. طبعا هو طيب. هو دين، طبعا هو دين في الذم. ممنوع أن يكون القرض لغايات استهلاكية إلا في حالات محدودة جدا. لماذا وكيف نريد أن نوضح ما هو المقصود بالقروض الاستهلاكية؟ القروض الاستهلاكية أنت بتأخذ قرض للإنفاق على فقط. سلع للإنفاق على سلعة لا تعمر لديك. مثل يعني أنا بروح أخذ قرض مشان أجوز ابني، وبروح أخذ قرض مشان أجي أعمل عيد ميلاد، وبروح أخذ قرض عشان أسافر على تركيا. إسلام ثمك، يعني عمرك أطول من عمري، أروح على تركيا ولا على شرم الشيخ. بروح أخذ قرض مشان أعمل عزومة والناس تصير تحكي فيي. هل تعلمي يا نسرين أنه بعرف أشخاص بشكل شخصي عملوا أعراس لأولادهم وجابوا حداي كلفهم إلا بحدي ساعتين 12000 شيكل؟ ومش بس هيك، و12000 شيكل من قرض قروض قروض قروض. مش بس هيك،
وبشترط عليهم اذا بده ينزل عن المنصه يقعد بينهم بدهم يدفعوا له 2000 شيكل زياده، ومش بس هيك وبشترط عليهم اذا بده ينزل عن المنصه فوق ال 2000 شيكل زياده لازم يجيبوا انجيل الاخضر، هذا الانجيل البلاستيك ماشي، وهذا بكلف شروط العرض والطلب. شفتي اذا هذه هي المفاهيم شروط طبعا العرض والطلب. وهذا صحيح. هو وهذا هو الخطا القاتل الذي يقع به المواطن الفلسطيني، لانه الاصل انه القرض انا اخذه بهدف تنميته وزيادته ويخلق لي فرص عمل في المستقبل واعتمد على ذاتي واسرتي، مش اني انا استهلك فقط بهذه البساطه. ربما دكتور الان بعض الساده المشاهدين والمشاهدات يتساءلون هل ممنوع ان اخذ القروض الاستهلاكيه منعا باتا ام انه في شروط ممكن تضبط موضوع القروض الاستهلاكيه؟ لا بالنسبه للبنك ما في هناك مشكله، البنوك عندنا في فلسطين كخبير اقتصادي نصيحتك. نعم هلا البنوك ما في عندهم اي مشكله، المهم انت خذي قرض، لانه البنك اصلا 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 اعتماده بشكل اساسي على منح القروض. يعني هو الفرق ما بين الفائده الدائنه والفائده المدينه هي اللي بتحقق لي الربح، هيك الفكره الاساسيه بغض النظر هلا عن المفاهيم الاخرى ما اللي فيها. لكن المشكله الاساسيه اللي بتواجهنا احنا كفلسطينيين بانه بنحب دائما التباهي، بنحب دائما التفاخر، بنحب دائما الظهور. هلا لا انا ولا انت بنقدر ننطي وصفه سحريه لاي حد من المشاهدات والمشاهدين انه يبتعد عن القروض لهذه الغايات الاستهلاكيه. هلا شو اللي بيكبح جماح هذه الامور؟ هذه بدها فترة تراكمية من المعرفة مع الزمن بتنشأ منذ الطفولة إلى أن يتخرج من الجامعة ويصبح الإنسان عود قاسي. يعني بدك تأخذ العود الطري وأنت بتقومي كما تشائين. أما النصائح العامة هذه لا يعني لا جدوى لها، لكن هي النصيحة إذا بدك ومصرة على الإجابة، النصيحة إنه الواحد فينا يفكر ماليا بأنه القرض سيلتزم هو بسداده وليس من أفرحهم هم الذين سيلتزمون بسداده. أنا مش مستعد يفرحوا الآخرين مشان أنا ألتزم لسنوات وسنوات. 100 عين تبكي يا نسرين ولا عين تبكي، وبالتالي أنا بصبر على نفسي. هذه هل هذا سهل تقبله من قبل المشاهدين؟ نعم هو سهل الاستماع له وهو مستصاغ ومحبب من نستمع له، لكن بعتقد تطبيقه شوي صعب بعتقد. وإن شاء الله هالتجربة هذه اللي بنعيشها والوضع الصعب اللي بيعيشه المواطن الفلسطيني ودولة فلسطين إن شاء الله يعني تنطينا دروس وعبر بالتأكيد، وهذا هو المطلوب. يعني دائما ما يقال بأنه هذه الأزمة المالية وهذه الأزمة على مستوى الوباء هي فرصة جديدة لإعادة التفكير صحيح. بكل الأنماط الاقتصادية. صحيح. سؤالي الأخير في فقرة الممنوع، ممنوع أن يتجاوز حصة القرض البنكي أو الحصة التي تحسم من دخلي كفرد أو دخلي كعائلة مستوى الجدارة الائتمانية، ولماذا؟ وحضرتك أشرت إلى هذا الموضوع في القسم الأول عندما قلت بأنه يتبقى من راتبي فقط 200 إلى 300 شيكل، وما أكثر هذه الحالة في فلسطين. صحيح، في مرة فترة من الفترات عندنا في فلسطين كانت سلطة النقد الفلسطينية تحدد النسبة التي المسموح نعم لإقراضها من الودائع. هلا مع الزمن بغض النظر هلا شو الآراء المختلفة هذه النسبة صارت تتلاشى وترتفع. لهذا السبب نسبة الإقراض عندنا في فلسطين اتجاوزت في بعض البنوك 80%. طبعا اللي بيحدد من دخل من 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 الإقراض من الودائع من الودائع. هلا بالنسبة للدخل برضو يا نسرين في بعض البنوك بتنطيك مش بس ضعف دخلك وثلاث أضعاف وأربع أضعاف وخمس أضعاف وست أضعاف وأكثر من ذلك. هذه هي المشكلة. المشكلة الأخرى بأنه في هناك حاجة اسمها البطاقات الائتمانية، وهذه البطاقات الائتمانية بهذه أنت بتحطي هالبطاقة وبتشتري من خلال هذه البطاقه بدون ما تدفعي نقود، وبالتالي بتنفقي بدون ما تشعري والفائده عليها بتكون احيانا الضعف. صحيح. اكيد احنا متواصلين في برنامج عرض وطلب، واليوم حديثنا عن موضوع القروض البنكيه ما لها وما عليها الى اخر فقرتنا لهذا اليوم، وفقره التوقيع، ما هي اهم البنود التي سنوقع عليها؟ إذن الخبير والمستشار الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج في فقرة التوقيع اليوم أن نعرف أهم البنود التي يجب أن نوقع ونلتزم عليها حول موضوع القروض البنكية،
ما لها وما عليها. الحكمة تقول دكتور طارق بأنه البنك هو شخص يقرضك شمسية عندما تكون الشمس ساطعة، ويطلب استعادة الشمسية عندما يبدأ المطر بالهطول. كيف نفهم ذلك في سياق حلقة اليوم؟ البنك هو لا يقرض من ماله الخاص، للعلم البنك هو يقرض من أموال الآخرين المودعين، وبالتالي ما يقدم البنك من أموال للمقترضين هي ليست بأمواله، هو مؤتمن عليها ويجب أن يديرها بشكل جيد، ويجب أن لا تفلت من إيده دفة قيادة هذا القرض. وبالتالي طبعا إذا الشمسية بدك تضلك أنت حاملتيها كمقترضة، معنى ذلك بأنه أصحاب الودائع أصبحوا بلا مأوى، فمن هون نعم من حقه أنه يستعيدها هذه الشمسية لأصحابها، لأن الفصول الأربعة بدها تمر على الجميع وليس على المقرض والمقترض فقط، بل أيضا على أصحاب رأس المال وعلى المودعين. وما تنسيش برضو البنك بتعامل مع مؤسسات أخرى ومع دول أخرى ومع بنوك أخرى، وفي بنوك مراسلة، إذا في هناك التزامات كثيرة على البنك. يعني ما يفكر المواطن بأنه البنك وظيفته إقراض واقتراض، لا يا عمي، البنك وظيفته أكثر من هيك بكثير، وخاصة إذا بيكون في عليه التزامات تجاه البنوك المراسلة في الخارج. كل هالتجارة اللي بتشوفيها يا نسرين في وطننا وغير وطننا كلما هي بتتم هذا من خلال البنوك. وللعلم يوميا تقريبا أكثر من 4.5 تريليون دولار في اليوم بلفين حول العالم من خلال التجارة الخارجية. فهذول 4.5 تريليون وأكثر من هيك كيف أنا بدي أغطيهن إذا أنا ما استرجعتش الأموال اللي قمت بها لإقراضها؟ فهذه مقولة نعم هي يجب أن تكون هكذا للبنك وعلى البنك على حد سواء، وعلى البنك صحيح نعم والمقرض والمقترض نعم. دكتور طارق، في موضوع القروض، ما هي البدائل؟ خاصة بأنه الآن يمكن العديد من السادة المشاهدين والمشاهدات يتساءلون، طيب ما هو المصدر في حال احتاجنا إلى المال؟ هل في مصادر أخرى يمكن أن نفكر فيها لتوفير هذا المبلغ المالي، وبعد ذلك يعني نلجأ إلى القرض إذا سدت في وجوهنا كل الأبواب؟ في هذا الزمن الذي نحن نعيش ما في حد يقدم دين لآخر إطلاقا إلا من رحم ربي. في الماضي كان نعم الأخ يميل على أخوه، الجار على جاره، القريب على قريبه، الصديق على صديقه. في هذا الوقت ما في، هلا لأسباب كثيرة جدا ما في مجال إن نحكيها، لأنه الهم العام هو يشمل الجميع، صحيح، والضائقة المالية هي تشمل الجميع. إذا كنت أنا بحاجة إلى أموال، لم يبقى لدي وسيلة إلا الأمور التالية. الأمر الأول، إن إما أنا بقترض على الدفتر، هذا بسموه الاقتراض، نعم دين، تروح على دكان أبو محمد وأم محمد وبتشتري وبتسحبي وبسجل. هلا الحلو أو الغير حلو إنه في آخر الشهر لما يكون لك عليك 1000 شيكل بتسديهن ولا بتسديهنش؟ مضطرة بالالتزام لأنه بالضبط. هلا النوع الثاني، إني أستخدم أنا أدوات ورقية اللي هي إما الكمبيالي وإما الشيكات، وهذول قصتهم قصة، يعني بهش داعي الموضوع منفصل يعني لحالة. أنا بإمكاني أقترض بشيك، أنا بشتري سيارة بدفع شيكات، اقترضت عمليا. والنوع الثالث اللي هو اللجوء إلى البنك والحصول على نقود كاش، ماشي الحال. وهنا هذا عن طريق القرض، هو هذه القروض، هذه هي القروض نفسها. يعني أنا، ما هي شو الفكرة الأساسية؟ هو شو القرض؟ القرض مبلغ من المال بأخده أنا وبصرف فيه، صحيح. هلا إذا ما في إمكانية إني أروح على البنك، لأنه البنك مش أي واحد مارق طريق بنطي مصاري، هو لا فيش له دخل وفيش عنده ملاءة مالية وما بيقدرش يسدد وراح للبنك، ما بنطي البنك. إذا شو الحل؟ الحل إني بروح لدكاني وبسحب سلع وخدمات بدون ما أدفع، إذا أنا اقترضت، يعني السلعة في لها قيمة، في لها ثمن، صحيح. أو الكمبيالي والشك، وبالتالي الملاذ الأخير بظل إلي أنا البنك. هلا شو هو الحل؟ بعتقد الحل يا نسرين إنه الواحد يصير يبحث عن بدائل اللي يعتمد على نفسه في لقمة عيشه، تعدد وتنوع وزيادة مصادر الدخل، صحيح. السؤال الأخير في التوقيع، ما هي أهم البروتوكولات التي يجب أن نضعها نصب أعيننا كمواطنين فلسطينيين؟ علاقتنا حديثة بالبنك، علاقتنا حديثة بموضوع القروض البنكية، قبل أن أخذ قرار أنا أو أنا وعائلتي بالحصول على قرض، إيش أهم الأمور اللي لازم أتذكرها دكتور؟
أهم الأمور اللي لازم أتذكرها وهي خلاصة هذه الحلقة وهي طبعاً. خلاصة هذه الحلقة إنه إلا بده يأخذ قرض بده يعرف بأنه هو ملزم بسداده. الشيء الثاني ممنوع إني أنا أخذ قرض وما التزمش بسداده وأصير أجبر زوجتي تأخذ قرض وتجيب دفتر شيكات وأورطها، وهذا واقع عند البعض. صحيح. البعض أنا بحكي، وبعد ما أورط زوجتي أروح لبنتي وأروح لابني. هذه الأمور يجب أن أتذكرها وأبتعد عنها كلية. هذا بروتوكول يعني ما بصير إني أنا ألعب فيه. والأمر الآخر إنه لازم أنا قبل ما أوقع على شروط القرض يجب أن أقرأها بشكل جيد وأتمعن في قراءتها، لأن البنوك إذا استحقت الأقساط إذا استحقت الأقساط الفوائد في هذه الحالة بتزيد، وإذا تعثرت عن السداد ساعتها بيستولوا على الأصول اللي أنا رهنتها كقرض، وممكن تصل الأمور إنهم بيستولوا على بيتي وعلى منزلي وعلى كل ممتلكاتي. صحيح. وفي هذه الحالة بصير أنا في الشارع، لا حول ولا قوة لي. وهذا ما لا نتمناه. وهذا ما لا نتمناه لأي مشاهد أو مستمع. بالتأكيد. شكرا جزيلا الخبير والمستشار الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج على انضمامك لنا على كل هذه المعلومات القيمة. إذن أعزائي المشاهدين، إلى حلقة قادمة من برنامج عرض وطلب. إلى اللقاء.